شاب مجتهد عاشق للتمثيل، أثبت نفسه في الكوميدي والرومانسي والأدوار التقيلة المعقدة، وفي وسط زحمة جيل كبير قدر يشارك في أعمال مهمة قدام كبار النجوم، الفنان الشاب محمد شاهين. أول مرة في المسرح كان في الجامعة، وكنت بروح، كنت مسرح كلية تجارة، وكنت بروح المسرح يعني في الأول خالص، كنت بروح وبقعد أتفرج على الناس بيعملوا بروفات وبيمثلوا ومعاهم نصوص وسكريبتات وكده، وكنت عمري في حياتي ما مثلتش قبل كده، بس كنت حابب يعني إن أنا أمثل، وكنت عايز أدخل معاهد مسرحية وكده، بس يعني الأهل وكده ما كانوش موافقين على الموضوع أوي، يعني شايفين إن هو مش دي سكتك. فلما رحت الجامعة عملوا يعني ابتدى الناس يلاقوا ان في واحد قاعد بيتفرج عليهم بس ما بيعملش حاجه يعني، فجه رئيس الفريق ساعتها وقال لي عايز تمثل؟ قلت له لا، قلت جاي اتفرج بس. وبعدين قعدت شويه وبعد كده رجع تاني قال لي عايز بس، قلت له اه، فقال لي طب خلاص يلا اطلع على المسرح. وابتديت اعمل يعني ورشه بروفات اعداد ممثل قبل ما نعمل، يعني حتى في الجامعه كنا نعمل اعداد ممثل قبل ما نعمل اي عرض. يعني اول مره مثلت على المسرح كنت عامل دور ميت، يعني انا بدخل من الكواليس وبعدين المفروض بقدم للسلطان عصير في سم، وبعدين بيقول لي اشربه فبشربه واموت. لا، أول مرة أدخل على المسرح، أول مرة أمثل يعني.